السلام عليكم شباب، شلونكم؟ شو اخباركم؟ شلون الصحه؟ هاي انا هسه حاليا بالمدينه الرياضيه بالحجز الصحي بالمدينه الرياضيه بالبصره. رحت لهم بالمستشفى التعليمي، ظهري ياذيني، ظهري اشتغل بالستوته، رجال عامل بالستوته احمل، ظهري ياذيني. رحت لهم خذونا تحاليل وفحوصات وقالوا انتم بكم كورونا، عمي بيك كورونا. قلت له بيها كورونا على عيني وراسي، ماكو اشكال، نستقبلها برحابة الصدر ومن الزيانات هاي هم زين. وهاي حطونا بالحجز يومين، اجت المسحه مالتنا قالوا ما بيك شيء تطلع. طلعت ورا يوم خابروني قالوا بيك كورونا لازم ترجع. انا هاي الحكي ده هم على حكيهم صدق، فانا عديت نص البصره عديتها بهاي طلعتي. اذا حكي وما كذب لنا ما بينا شيء. خابروني قالوا بيك كورونا ترجع. رجعت للمستشفى حطونا وين؟ بالمدينه الرياضيه اكل وشرب ونوم. لكن نشرب وننام، الوجبه ب 55 دولار، يعني ياخذون براسك 8 ملايين، يعني شغله تجاره. شكو واحد هنا بالمدينه الرياضيه ما بي اي شيء، ما حد بي كورونا، كلها كذب على مود التجاره، على مود فلوس براس الوادين. كورونا موجوده، ما نقول احنا ما موجوده، كورونا موجوده وموجوده ومنتشره، بس عمي موجوده عند الكبار، اكو ناس يعني نسبه 95% ما بيهم كورونا، جايبهم كذب على مود تجاره، كذب بكذب، الله وكيلكم، يقضوه بالشارع ياخذونه، كذب بكذب. فاحنا هسه عوائلنا متهجوله، احنا كسبه، يعني عائلتي كنت اشتغل انا بستوته وعايشه، هسه منين عايشه؟ بس تفهمونا منين تاكل عائلتي؟ انا هنا محبوس وعائلتي ظل كلها نسوان بالبيت، شلون تاكل؟ شلون تشرب؟ يعني انت هنا جاي تبوق براسي وبراس غيري، 8 ملايين 9 ملايين. زين احنا شنو ذنبنا؟ عوائلنا هاي ما تفكرون بيها؟ يا سياده المحافظ اريد منك شاره، شوف لنا حل، تجي تشوف هاي المهزله جاي تصير؟ يعني ما يصير ناس، ما بينا، قلت لكم ما بينا شيء، لا اعراض، لا قح، لا نشله، لا طرقع ظهره يذي بي كورونا. الله اكبر، يعني شنو انتم من علم؟ شنو من دكاتره؟ ما تدري شنو هالورطه هاي؟ يعني ما يصير عمي، ما يصير، رحموا الوادم حرام، هذا الله من فوق، هذا يا اخي ما يصير هيك، ما يصير، الله ينتقم من كل واحد يسوي شيء. ما هاي الوادم اخطيت هجولت بهدلت، يعني عوائلنا داحت بالشوارع، داحت، ما ندري بيهم وش فيهم ما بيهم. ما يصير يشوفونا كان رحمة الحسين.